كل سنة وحضرتك طيب. البصل والليمون ما بيحلاش إلا مع الرنجة والفسيخ والكلام دوت، والعيش الطازة والملانة. الليمون عندي الكيلو ب 12 جنيه، الواحدة واقفة ب 50 قرش، والبصل الحزمة ب 2 جنيه، والملانة الكيلو ب 12 جنيه. ويعني الفسيخ عامة ما بيحلاش إلا بالأكل بالتحابيش اللي حواليه دي. خدت بال حضرتك؟ وكل سنة وانتم طيبين ومصر بخير وتحيا مصر.